هي في نظام فاسد يعني انتم عم تحكوا عن اكيد نظام اوكي احنا عم نحكي عن الناس اللي نزلت عندها صرخه وجع طبعا هاي الصرخه عم تسمعوها ولا لا يوم شو صار مسؤول عنا شو صرخه الهرمل خبرني شو صرخه الهرمل ببيوتنا انت ابن الهرمل انا ابن الهرمل شو صرخه الهرمل الهرمل ما فيها بنى تحتيه ما فيها مصنع ما فيها معمل اتحدى يكون في يعني من فتره لهلا في فرصه عمل وحده لشاب يمكن في ناس عايشه تحت خط الفقر بكثير ما له علاقه مين مع مين له علاقه انا الهرمل مثل عكار مثل ترابلس لا 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 ما في مثل الهرمل اكيد في كثير مناطق محرومه بس نوال طلعي على الهرمل بعرف ولو ما انا بضل في في في, في 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 شيء كثير بيوجع بالهرمل عن جد عم بحكي بتعرفيها للهرمل منيح اكيد حافظتها يعني نحن سمعيها مين يعني هلا بدي دافع عن اشخاص انا ولا بدي دافع عن انت في عن هاي الناس اللي ما قادره حتى وصلت ما قادره تاكل وتشرب في نظام انتوا اللي عملتوه اول نحن عندنا نهر العاصم في مناطق بالهرمل ما واصل للمي مزبوط طيب هذا كلام